بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى موضوع مقترح كامتحان تجريبي لشهادة التعليم المتوسط، وهو الموضوع الثالث في السلسلة التي بدأناها. وبدون إطالة، قبل أن نمر إلى الموضوع مباشرة، ارتأينا أن نوضح وننير الطريق لأبنائنا المقبلين على هذا الامتحان المصيري لأول مرة. إذن أردنا أن نعطيهم الورقة النموذجية، شكل الورقة النموذجية لامتحان رسمي لشهادة التعليم المتوسط. ففي أول صفحة نجد هذه البيانات، وعلما أن الأوراق تكون بالتناوب، هناك الورقة الخضراء وهناك الورقة الحمراء أو البنية. المهم، والبيانات التي في أعلى الورقة التي يكتب فيها الطالب المعلومات الضرورية، فنجد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هذه مسجلة، وزارة التربية الوطنية، الديوان الوطني لامتحانات المسابقات. ثم على اليمين لدينا الفراغ الأول، امتحان ماذا؟ امتحان شهادة التعليم المتوسط، يعني هنا يعبئ هذا الحقل الطالب شهادة التعليم المتوسط دورة أجوان 2019. الشعبة هذه خاصة بطلاب البكالوريا، يعني يتركها فارغة بالنسبة للتعليم المتوسط. ثم اختبار المادة التي يجري فيها الامتحان، مثلا العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا اليوم، يعني هذا سيوافق بإذن الله 9 جوان 2019، لأن امتحان العلوم الفيزيائية أو مادة العلوم الفيزيائية يكون في اليوم الأول من الأيام الثلاثة للامتحان. ثم بعد ذلك خانة إمضاء المترشح أسفلها مباشرة، الطالب يمضي في هذا المكان في الجهة اليسرى دائما في الجزء هذا. هنا يكتب الطالب لقبه، هنا اخترنا لقب اسمه الطالب، الاسم المجتهد مثلا، تاريخ ومكان الميلاد 1/1/2004 بالجزائر على سبيل المثال. ثم هنا يسجل رقم التسجيل الخاص به الذي يجده في الاستدعاء الذي يسلم له لإجراء الامتحان، ثم يترك الباقي كله فارغ، يعني اسم ولقب وتوقيع الحراس، هذه خاصة بمن الأساتذة الذين يحرسونه، والإطارين هذين أو هذين المستطيلين كذلك يتركهما فارغين. ثم هنا يشرع في كتابة أيضا العنوان، عنوان المادة، اختبار مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا. بعدها من المفروض نقلب صفحة، نجد الجزء العلوي لا يكتب فيه أي شيء، هو خاص بمن لا يكتب أي معلومة في ورقة الامتحان، فهذا لم نتطرق إليه هنا. المهم، قلنا ثم حينما يقلب الصفحة الثانية يجد في أعلاها هذا الجزء كذلك، هذا في العادة لا يكتب فيه الطالب أي معلومة، وإنما يملأه، قلنا، الطالب الذي يقدم ورقة بيضاء يعني خالية من الإجابة، وكأنه تصريح بأن الطالب لم يكتب أي شيء في هذه المادة. إذن فهذا لا نتكلم عنه. ننتقل الآن إلى كيفية إجراء أو كيفية معالجة إجابة نموذجية للطالب الذي يمتحن. إذن مع هذه الوضعية الإدماجية على سبيل المثال، يعني هي بالحقيقة ما دامت في المادة وتحولاتها لا تكون بمثابة وضعية إدماجية، وإنما بمثابة وضعية أولى أو تمرين رقم واحد.
إذن يقول السؤال أو الموضوع لدراسة تأثير حمض كلور الماء H زائد زائد Cl ناقص على بعض المعادن، أحضر مجموعة من التلاميذ صفيحة من الرصاص رمزه PB ووضعوها في أنبوب زجاجي به هذا الحمض، أي الحمض الذي ذكر سابقا، فلاحظوا حدوث فوران وانطلاق غاز. أولا أو السؤال الأول، لماذا استعمل التلاميذ أنبوب بمناء الزجاج؟ 2 سمي الغاز المنطلق. 3 نمذج التحول الحاصل بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية. إذن نعالج الفقرة الأولى ثم نمر إلى الفقرة الثانية. إذن قلنا فاستعمال أنبوب من الزجاج له غرضين. أولا الغرض الأول الأساسي لكي لا يتفاعل مع المواد الكيميائية المستعملة، بمعنى حينما يتفاعل المحتوى الموجود في الأنبوب لا يشارك الأنبوب في عملية التفاعل. إذن هذا الهدف الأول. والهدف الثاني من استعمال الأنبوب الزجاجي حتى يتمكن المجرب من مشاهدة التفاعل لحظة بلحظة، يعني تكون نظرته عن بعد وجانبية ولا يشترط أن ينظر من الأعلى ويتعرض إلى الغازات المتصاعدة أو أبخرة أو ما شابه ذلك. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني الغاز المنطلق، فالغاز المنطلق في هذه التجربة هو غاز الهيدروجين صيغته الكيميائية H2. ثالثا نمذج التحول الحاصل بمعادلة كيميائية. إذن فالمعادلة المنمذجة للتفاعل الحادث بالصيغة الشاردية هي كالآتي. إذن لدينا مادة الرصاص PB صلب زائد 2 H زائد زائد Cl ناقص. لماذا نستعمل 2 هنا؟ لتكون الموازنة أو لتتم الموازنة، لأن هذا الحمض هو أحادي التكافؤ، في حين أن الرصاص حينما يتشرد أو يتحول إلى شاردة فهو ثنائي التكافؤ، ولذلك ينبغي أن يضرب في 2 لكي يكون هناك تكافؤ بين أو تعادل في الشحن وفي الأفراد. إذا قلنا في المعادلة المنمذجة للتفاعل الحادث بين الرصاص وحمض الكلور هي كالآتي: PB صلب زائد 2 H زائد زائد Cl ناقص محلول يعطي لنا يتحرر الهيدروجين مثل ما ذكرنا، بعد ما يأخذ إلكترونين من ذرة الرصاص، وتنحل ذرة الرصاص لتتحول إلى شاردة وتتواجد مع شاردتين سالبتين من الكلور. إذن هذه هي المعادلة المنمذجة للتفاعل الحادث بين حمض كلور الماء وبين مادة الرصاص المستعملة. الفقرة الثانية يقول بعد ذلك أخذ التلاميذ المحلول الناتج أي كلور الرصاص PB2 زائد زائد 2 Cl ناقص وقاموا بإجراء التحليل الكهربائي لهذا المحلول. سمي هذا المحلول، يعني قد ذكرنا الآن ونحن نتكلم أن هذا المحلول هو محلول كلوريد الرصاص. كلوريد الرصاص. بعد ذلك يقول عين على الرسم جهة حركة كل من شوارد كلور السالبة وشوارد الرصاص الموجبة. إذن رأينا أنه في التحليل الكهربائي تكون هناك هجرة مزدوجة للشوارد، نبينها هجرة مزدوجة للشوارد في المحلول أو في إناء التحليل بين المسريين. إذن نبين الرسم هنا. لاحظ أننا بينا أننا غلقنا الدارة بغلق القاطعة وعينا عليها اتجاه تيار في النواقل، يعني في الأسلاك الذي يكون من الجهة الموجبة إلى الجهة السالبة في الدارة الكهربائية. داخل الإناء أو داخل الوعاء فإن المسؤول عن مرور التيار هو ليست حركة إلكترونات، وإنما مثل ما ذكرنا هجرة مزدوجة لشوارد الرصاص الموجبة التي تهاجر من القطب الموجب أو من المسرى الموجب وهو المصعد متجهة إلى المسرى السالب أو المهبط، حيث هنا ستكتسب الإلكترونين الناقصين وتتحول إلى ذرات الرصاص التي تترسب هنا. في نفس الوقت شوارد الكلور الأحادية
تهاجر مثنى مثنى، يعني اثنين اثنين، قلنا تهاجر مثنى مثنى من القطب السالب، يعني من المهبط، لأنها سالبة فتنفر أو تنجذب إلى الجهة المعاكسة وهي الموجبة أي المصعد، وهنا ستتخلى عن الإلكترونين لفائدة المهبط. إذن هذا هو الاتجاه الذي تتحرك فيه الشوارد داخل الإناء. بعد ذلك نمر إلى السؤال الذي بعده، بعد ما عينا يقول اكتب المعادلتين الحادثتين عند كل مصراع، يعني المعادلتين النصفيتين. فمعادلة التفاعل عند المصعد مثل ما ذكرنا، شوارد الكلور السالبة كل شاردتين تهاجران معا تصل إلى المصعد بعدما تتخلى كل واحدة منهما عن إلكترون، يعني المجموع إلكترونين، تتحد الذرتان الناتجتان وتشكلان جزيء غاز الكلور. يعني هنا عند المصعد يتشكل غاز الكلور. إذن هذه معادلة المصعد. معادلة التفاعل عند المهبط هي العملية العكسية، تهاجر شوارد الرصاص مثل ما ذكرنا من المصعد متجهة نحو المهبط لأنه مخالف لها في الإشارة، وهنا ستأخذ منه الإلكترونين اللذين ينقصانها فتتحول إلى ذرة الرصاص. بعد ذلك في السؤال الذي يليه يقول استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل. إذن المعادلة الإجمالية لهذا التحليل، يعني نقوم بجمع المعادلتين النصفيتين فقط. إذن لدينا محلول كلوريد الرصاص، يعني بي بي 2 زائد زائد 2 سي ال ناقص محلول أكل، يتحول إلى معدن الرصاص الذي يترسب في قاع الإناء بجوار المهبط، أما بجوار المصعد فيتصاعد غاز الكلور سي ال 2، هنا معذرة غاز وليس أك، نصحح هذا الخطأ. إذن ها قد صححنا الخطأ، يعني الكلور يكون حالة غازية وليس حالة منحلة. إذن هذا بالنسبة لهذه الوضعية. نمر إلى الوضعية الثانية، هنا تطرقنا مباشرة إلى الجزء الثاني والوضعية الإدماجية، يعني لم نتطرق إلى التمرين الثاني. يقول في هذه الوضعية ينظر محمد لكرية آس متوازنة ومعلقة بخيط آف عديم الامتطاط، هنا الصورة غير واضحة معذرة، حيث تمتاز الكرية بثقل أو بثقل 3 نيوتن كما هو مبين في الوثيقة 2، يعني حسب ما هو وارد في هذا المخطط أو في هذا الرسم. يقول في المطلب الأول أذكر القوى المؤثرة على الكرية S ثم مثلها باستعمال سلم الرسم التالي، كل واحد سنتيم يعبر عن 1.5 نيوتن. ثم المطلب الثاني أذكر شرط توازن الكرية S. إذن نجيب على هذا الجزء ثم نواصل مع الفقرات الأخرى في الوضعية. أذكر القوى المؤثرة على الكرية التي هي في حالة توازن. إذن بما أنها في حالة توازن فالقوى المؤثرة على الكرية S هي أولا قوة جذب الأرض لها أو ثقل الكرية، يعني نختار إحدى العبارتين، نقول القوة الأولى التي تشد الكرية هي إما ثقلها الذي نرمز له بالرمز بي شعاع، أو نقول قوة جذب الأرض للكرية والتي نرمز لها بالرمز F تي F شعاع لتي على S، F شعاع لتي على S أي قوة جذب الأرض للجسم S. يعني سواء العبارة الأولى أو الثانية تعنيان نفس المعنى.
القوة الثانية التي تؤثر في هذه الحالة في حال التوازن هي قوة شد الخيط للكرية. قوة شد الخيط للكرية، هنا كذلك خطأ إملائي، قوة شد الخيط للكرية، والتي نرمز لها بالرمز F شعاع لأف على S، أي قوة شد الخيط للجسم S. هذا بالنسبة للقوى والترميز لها أو الكتابة العلمية لها. أذكر شرط التوازن في هذه الحالة. إذن بما أن الكرية متوازنة فشرط التوازن هما كما هو واضح من خلال المخطط. الشرط الأول، القوتان المطبقتان عليها أو على الجسم S أو على الكرية محمولتان على نفس الحامل، لهما نفس الحامل الشاقولي. الشرط الثاني، هاتان القوتان المطبقتان على الكرة أو على الكرية متعاكستا الاتجاه ومتساوية الشدة. إذن فقوة جذب الأرض أو قوة الثقل تعمل على إلى الأسفل شاقولي على هذا الحامل الشاقولي، في حين أن قوة شد الخيط تعمل إلى الأعلى. وبما أنه متوازن معناه أنهما متساويتان في المقدار أو متساويتان في الشدة. هذا بالنسبة للفقرة الأولى. يقول أراد محمد تحديد طول الجملة المكونة من الكرية خيط أو كرية زائد خيط، فقام بالتجربة المبينة في الوثيقة 2 والتي يسأل عنها، حيث يقول سمي الطريقة التي اعتمدها محمد في تقدير طول الجملة الكرية زائد خيط، بين ماذا تمثل الزاويتان ألفا وبيتا، ثم فسر سبب الاختلاف بينهما. إذن بالسؤال الأول، الطريقة التي اعتمدها محمد لتقدير طول الجملة الكرية زائد خيط تسمى بطريقة التثليث. الآن بعد ما عرفنا الاسم فهي تسمى بطريقة التثليث. يقول لنا ثم فسر سبب الاختلاف بين الزاويتين ألفا وبيتا. إذن فالزاويتان ألفا وبيتا ما هما هاتان الزاويتان أو كيف تسميان؟ فهاتان الزاويتان هما زاويتا النظر للجملة كرية زائد خيط. لماذا تختلفان؟ بسيطة، الزاويتان ألفا وبيتا مختلفتي القيس بسبب اختلاف بعديهما عن الطول المقابل لهما، والطول المقابل لهما ما هو إلا الطول الذي نبحث عنه وهو طول الجملة كرية زائد خيط الذي هو الارتفاع H في هذه التجربة. بعد ذلك يقول احسب كل من الطولين H والبعد L، الطول H والبعد L. إذن ألف حساب H طول الجملة كرية زائد خيط. إذن العلاقة التي درسناها، الارتفاع H يساوي D مضروبة في طنجونت بيتا في طنجونت ألفا على الفرق طنجونت بيتا ناقص طنجونت ألفا. إذن ودي معلومة في التجربة، هي البعد بين عين المشاهد وبين الزاوية الثانية، يعني الزاوية القريبة من الارتفاع H والتي سميناها الزاوية بيتا. نطبق عدديا المعطيات موجودة في الوثيقة. H يساوي D معلومة تساوي 2 سنتيم كما هو وارد، مضروبة في طنجونت بيتا، نجدها بالآلة الحاسبة طنجونت بيتا، مضروب في طنجونت ألفا يعني طنجونت بيتا هو 22، طنجونت 22 معذرة، الزاوية 22، طنجونت 22 في طنجونت بيتا هي العكس هنا، طنجونت ألفا هي 22 وطنجونت بيتا طنجونت ألفا 17 وطنجونت بيتا 22 لأن بيتا هي الأكبر، على الفرق طنجونت بيتا ناقص طنجونت ألفا يعني طنجونت 22 ناقص طنجونت بيتا. قلت بعد ما إجراء هذه العملية نجد الناتج
اش يساوي 24 سنتي، بمعنى الارتفاع اش يعني من الحامل الى النهايه السفلى للكريه، هذا البعد اش يساوي 24 سنتيم حسب المعطيات التي قدمت لنا في هذه الوضعيه. بعد ذلك نجد البعد ال بين المراقب او بين عين المراقب والجمله كريه زائد خيط، يعني كم يساوي هذا البعد. كذلك البعد ال له قاعده درسناها مشتقه من قاعده التثليث، ال يساوي دي، يعني البعد دي في تانجنت بيتا على الفرق تانجنت بيتا ناقص تانجنت الفا. اذا فكل المعلومات موجوده لتطبيق هذه العلاقه. لديك ال الذي تبحث عنه يساوي دي معلومه 2 سنتيم، تانجنت بيتا تانجنت 22 تبحث عنها وقد بحثنا عنها سابقا، على الفرق تانجنت بيتا ناقص تانجنت الفا. حينما تطبق هذه المعطيات تجد ان ال يساوي 8 سنتيم، أي البعد بين عين المراقب وبين الكرية المعلقة هو 8 سنتي. هذا بالنسبة للفقرة الثانية. الفقرة الثالثة يقول، أين نحن؟ أحسبت قام محمد بقطع الخيط F. الفقرة الثالثة قام محمد بقطع الخيط F، يعني هنا نقطع الخيط بالمقص أو نحرقه إلى آخره، المهم لكي لا نؤثر على حركة الكرية. إذا قام بقطع الخيط F، يقول صف ما يحدث للكرية S ثم أذكر ومثل القوى المؤثرة عليها خلال سقوطها. إذا فعندما يقطع الخيط تفقد الكرية توازنها، يعني لا تبقى في حالة سكون ولا تبقى معلقة، فهي ستسقط بشكل عمودي نحو الأرض. لماذا يفسر ذلك؟ يفسر ذلك بأن شرط التوازن تم افتقاده. إذا نقوم بتمثيل القوى، في الحقيقة هي قوة واحدة إذا أهملنا تأثير الهواء على الكرية أثناء سقوطها، فالهواء يعتبر مهمل التأثير هنا. إذا تمثيل القوى المؤثرة على الكرية أثناء سقوطها، لاحظ أننا رسمنا الكرية وهي تسقط، فهي خاضعة لقوة وحيدة بإهمال قوة الهواء، هذه القوة هي قوة الثقل في شعاع. قال بسلم رسم، راح عطانا سلم الرسم، بسلم رسم 1 سنتيم لكل 1.5 نيوتن. بما أنه أخبرنا في بداية الوضعية أن هذه الكرية ثقلها 3 نيوتن، فلدينا 1 سنتيم يعبر عن 1.5 نيوتن، ف3 نيوتن ستقابلها إكس، نبحث عنها سنجدها 2 سنتيم، كل واحد يمثل 1.5، إذا 3 نيوتن تمثلها 2 سنتيم. سنرسم الشعاع بشكل شاقولي من مركز الكرية بالمسطرة وبالقياس، قدره قلنا 2 سنتيم. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.